السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدين الكرام في كل مكان على قناة يمن شباب، أطاب الله مساءكم بكل خير وحييكم وأدعوكم إلى هذه التغطية من استوديو المنتصف الذي يأتيكم يوميا لرصد آخر المستجدات في الميدان، والتي سأبدأها في هذا المساء من تعز، حيث هنالك الكثير من المستجدات العسكرية في جبل هان والتبة السوداء وتبة الشجرة، معارك ضارية حصلت خلال اليومين الماضية. سينضم إلي عبر الهاتف للحديث عن هذا الموضوع العقيد الركن عبد الحفيظ اليوسفي، وهو ركن التوجيه المعنوي في محور تعز. إذا كان قد طيب على بال ما الشباب يجهزوا الاتصال مع العقيد الركن عبد الحفيظ اليوسفي، وهو ركن التوجيه المعنوي في محافظة تعز، الحديث حول آخر المستجدات في جبل هان. هنالك العديد من القتلى من صفوف الميليشيات الحوثيين، تقريبا 11 عنصر من الميليشيا الانقلابية كما جاء في تقارير رفعت مساء هذا اليوم بعد الظهر في معارك مع الجيش الوطني والمقاومة الشعبية بمدينة تعز. هذا المصدر قال أن المعارك دارت في الدفاع الجوي ومحيط جبل هان، وأحرز فيها أبطال الجيش الوطني والمقاومة تقدما نوعيا وكبيرا في هذه المناطق. جبل هان والتبة السوداء وتبة الشجرة. طيب العقيد الركن عبد الحفيظ اليوسفي جاهز معي؟ طيب يبدو أنه في إشكال في الاتصال مع عبد الحفيظ اليوسفي، خلونا نروح تقرير نعود بعده لمحاولة أو لمعاودة الاتصال به. النساء شقائق الرجال، فالمرأة تنال نصيبها من جرائم الميليشيا الانقلابية في مدينة تعز بقدر ما يناله الرجل، بل تزداد البشاعة في معظم الأحيان. فنجاة سفيان لم تنجو من رصاصة القناص الحوثي، استهدفها بجرمه أمام منزلها في الجهة الغربية للمدينة. هذه جاز جنب الباب حقها ويتلطلق بالظهر، أنا داخل البيت سمعنا الزواعق الجيران وخرجنا بسرقة هي مبطوح بالأرض. بعد يومين فقط، محمد شراف زوج المصابة نجاة أمام العناية المركزة بالمشفى، فزوجته في الداخل ساءت حالتها جراء الإصابة. أسبوع آخر، محمد شراف وجثة هامدة بجواره، كانت تسمى نجاة وكانت زوجته وأم أطفاله، وها هي اليوم رقما في سجل ضحايا سلاح الإنقلابيين. بعد فترة قصيرة التقينا، يبحث فقط عن شهادة وفاة، هي كل ما تبقى له من ذكريات لشريكة حياة. أصلا قاتل أصابة بالعمود، حتى أصابة الحبل الشوكي وأصابة العمود كاملا، وبعد ذلك توفت بإصابة الحوثي لأن ضرب من العمارة اللي بالخمسين دقها إلى الحوش رقم البيت. ميليشيا صالح والحوثي تحفر أوجاعا في المدينة بحجم وجسامة الجرائم التي ترتكبها يوميا بحق الأبرياء. أخفت الميليشيا الإنقلابية نجاة من حياة زوجها، لكن بشاعة الجريمة لن تمحى من ذاكرته حسب قوله، فالوجع لا زال مسيطرا عليه حتى اللحظة. أمين دبوان، يمن شباب، تعز. شكرا أمين دبوان. مشاهدينا الكرام، كما شاهدتم في التقرير، النساء باتت أهدافا عسكرية لهذه الميليشيات الانقلابية. للحديث حول هذا الموضوع تنضم إلي حياة الذبحاني، وهي رئيسة رابطة إعلامية تعز عبر الهاتف. السلام عليكم سيدة حياة. السلام عليكم. ألو حياة،
مشاهدينا الكرام، هذا البرنامج يأتي في إطار متابعات ميدانية لأهم المستجدات في الميدان، وبالتالي كل الضيوف هم من الميدان أساسا يعني، وبالتالي يصعب أحيانا التواصل معهم فتحصل إشكالات كبيرة جدا في التواصل معهم. الأخوة في الكنترول يحاولوا باستمرار يعني الحصول على ضيوف يطلعون على آخر المستجدات من الميدان، وبالتالي عادة يعني قد أوضاعهم لا تسمح بالتواصل معنا نتيجة المستجدات المستمرة في الميدان. النساء أهدافا عسكرية الميليشيات الانقلابية في تعز أيضا هو أحد محاور هذه الحلقة. هنالك العديد من الضحايا النساء، النساء باتت في تعز أهدافا عسكرية للانقلابيين وللميليشيات، يستهدفنا بوحشية من قبل هذه العناصر الميليشيات الانقلابية. حياة الذبحاني ستحدثنا عن آخر التطورات فيما يتعلق باستهداف النساء كأهداف عسكرية لهذه الميليشيات. حياة، السلام عليكم. مرحبا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تحية لك أختي الكريمة، مرحبا بك على قناة يمن شباب. وهنالك ضحايا يومية تقريبا من النساء في محافظة تعز نتيجة القصف العشوائي وضحايا القنصل المباشر أيضا، يعني هل باتت النساء الآن هدفا عسكريا للانقلابيين في مدينة تعز؟ نعم، في حقيقة الأمر منذ بداية الأحداث وهنا في مدينة تعز يتوالى سقوط الأطفال والصغار والكبار، لم تستثني ميليشيا صالح والحوثي أي من الكائنات البشرية في مدينة تعز. تزيد النساء بالعادات والتقاليد، قول العادات والتقاليد والعرف اليمني الذي يجرم الاعتداء على النساء. كان صالح والحوثي تعتدي على النساء وتقوم بضرب النساء بأعقاب البنادق في معبر وفي نقاط الحوبان، تقوم بامتهان المرأة اليمنية وتفتيش حقائب النساء واستفزاز النساء. هذه ميليشيا بعيدة عن كل الأعراف القبلية. حياة، لماذا يعني برأيك لماذا يتم استهداف النساء في مدينة تعز بالذات بهذه الوحشية؟ نعم، هم يدركوا جيدا بأن المرأة هي من ضمن الحاضنة الشعبية للمقاومة الشعبية، ويدركوا كذلك دور الناشطات هنا في مدينة تعز. لا يخفى على الجميع بأن ميليشيا صالح والحوثي أقدمت على تفجير منزل الناشطة الأستاذة حورية قابل، وكذلك الاعتداء على كثير من الصحف أهاليهن نكاية بهؤلاء ناشطات. إضافة كذلك إلى أن ميليشيا صالح والحوثي تدرك بأن المرأة هي رقم صعب في الثورة وفي المقاومة، هي ذاتها المرأة التي خرجت في ثورة 11 فبراير وملأت الساحات وخرج حينها المخلوع يندد بالاختلاط، لأنه رأى بأن المرأة اليمنية هي كانت أول من زلزل عرش الحكم، المرأة اليمنية التي كرمت في جائزة نوبل للسلام. الناشطة اليمنية توكل عبد السلام كرمان كانت تكريمة هو تتويج لنضالات المرأة اليمنية، فلذلك ميليشيا صالح والحوثي الآن تعاقب المرأة اليمنية. نعم. المرأة اليمنية في كل أنحاء الجمهورية تحمل الماء على رأسها. حياة، هل لديكم إحصائيات تقديرات مثلا عن ضحايا القنص، عن ضحايا القصف على مدينة تعز منذ أن يعني شنوا هذه الحرب على المحافظة؟ نعم، نحن حتى اللحظة 1852 من الشهيدات في مدينة تعز في قرى تعز. أحدثكم الآن أنا من مديرية الصلو، نحن اليوم قمنا بزيارة مديرية الصلو ورأينا هنا العديد من النساء الجريحات، العديد من النساء اللواتي فقدنا أهلهن في هذه الحرب، وقامت ميليشيا صالح والحوثي بتفجير البيوت في هذه المنازل بالإضافة إلى كثير من الانتهاكات في مديرية الصلو. نحن في مجتمع محافظ والمرأة اليمنية لا تستطيع أن تبوح بكل ما أقدمت عليه ميليشيا صالح والحوثي من إجرام في حق الإنسانية وفي حق المرأة اليمنية. هي ذاتها ميليشيا صالح والحوثي التي أقدمت هنا على التمدرس في منازل النساء وإجبار النساء في هذه المديرية على المكوث في هذه المنازل حتى تكون هدفا عسكريا إما للمقاومة الشعبية وإما كذلك لقوات التحالف. هذه ميليشيا كما ذكرت. حياة، أنت الآن تحدثيني من الصل وأنت الآن في الصل؟ نعم، أنا أحدثكم الآن من الصل، وخرجت أنا ومجموعة من صديقاتي من مدينة تعز النظر في بعض. طيب الآن تحدثت عن تهجير قسري للنساء. نعم. وللأسر من منطقة الصل، التهجير إلى أين يذهب بالضبط؟
طبعا العديد من المهجرين من هذه القرى ينزحون إلى القرى التي أصبحت الآن آمنة بعد تحريرها من قبل أبطال المقاومة الشعبية والجيش الوطني، إضافة كذلك لأن الكثير من الأهالي نزحوا إلى العديد من محافظات الجمهورية حيث ما يسكن أهليهم وذويهم، لكن الجد الأكبر مكث في هذه القرى بسبب الضائقة المالية التي يعانيها الكثير من أبناء مديرية الصلو، إضافة كذلك إلى أن استغل الفرصة هنا لأناشد الجميع إلى أن ينظر في قضية أبناء الصلو وأن نكون يدا واحدة لإنقاذ هذه المديرية المجاعة هنا تفتك بالجميع من أبناء هذه. طيب ليس هناك أي تواجد لأي منظمات إغاثية في هذه المنطقة طالما عدد النازحين هنا يعني يتصاعد؟ لا يوجد أي من المنظمات أو الهيئات وصلت الفقر هنا، في حقيقة الأمر أوضاع الإنسانية مأساوية للغاية، الوضع الصحي رديء للغاية، البرد كذلك قارس للغاية، ونحن نطالب الجمعيات الخيرية والجهات كذلك الناشطة في مجال تدفئة برد الشتاء أن ينظروا إلى هذه المديرية بعين الإنسانية وبعين الأخلاق. أنا أقول دائما بأن تحتاج الجميع اللحظة، ومديرية الصلو هي جزء من تعز، فإن لم نلتفت إليه في ظل هذه الظروف الخانقة فمتى سنلتفت إلى هذه المديرية التي قدمت العديد من أبنائها دفاعا عن الجمهورية؟ نعم، أنتم الآن في رابطة إعلاميات تعز، زرتم هذه المنطقة، ما هي الخطوة القادمة؟ ما الذي ممكن أن تفعلوه الآن؟ يعني الآن لديكم كل المعطيات، كل الأرقام، كل ما حدث في الصلو، هل سترفعون ذلك في تقرير مثلا لمنظمات دولية أو للحكومة الشرعية؟ نعم، في حقيقة الأمر قد نرمي الاستبيانات هنا في هذه الأرضية، إضافة كذلك لأن نقوم خلال الأيام القادمة بتسيير قوافل إغاثية من مدينة تعز، وسنكشف عن الجهة الممولة لهذه القافلة التي ستتجه إلى مديرية الصلو، وتعتبر أول قافلة ستتحرك قريبا في الأسبوع القادم لكي تنقذ هؤلاء المنكوبين من أبناء مديرية الصلو. ودعوني أحيي من هنا الناشطة اليمنية توكل عبد السلام كرمان، والتي بادرت بالتبرع لأبناء مديرية الصلو بما يقارب $30,000. سنتحرك بقوافل إغاثية إلى هذه المدينة خلال الأسبوع القادم، إضافة كذلك إلى عديد من الأنشطة التي سننفذها هنا في مديرية الصلو. يعني الآن توكل كرمان وصلت إلى المنطقة قبل أن تصل الحكومة الشرعية والهيئة العليا للإغاثة التي تمثل الحكومة الشرعية. يعني هؤلاء لا يعلمون بما يحدث في الصلو أم أنه ليس هنالك استجابة؟ أتحدث عن الحكومة. نعم، للأسف الشديد الحكومة لم نرى لها أي تواجد في كل مديريات ونواحي وعزل وقرى وأرياف مدينة تعز، لم يتواجدوا في مدينة تعز التي عجت بالجرحى وبحت أصواتنا ونحن نناشدها من أجل الجرحى ومن أجل إنقاذ الجرحى الذين أصبحنا نجمع التبرعات حتى نقوم بتسييرهم وعلاجهم. أين دور الدولة؟ نحن لا نعلم تماما ولا ندرك ماهية هذا الخذلان لهذه المدينة التي قدمت الشهداء والجرحى ودفعت الضريبة البايضة والقوية لأجل تحرير الجمهورية اليمنية، لكن مع ذلك يحدون التفاؤل والأمل بأن تنظر الدولة والشرعية والحكومة إلى مدينة تعز وإلى التضحيات التي قدمتها هذه المدينة وإلى استبسال الجيش الوطني والمقاومة الشعبية في كسر شوكة ميليشيا صالح والحوثي التي تعكس ذلك تماما بالقذائف والصواريخ على المدنيين لتعاقب مدينة تعز على الجريرة. طيب حياتنا، قبل قليل سألتك عن إحصائيات وأرقام عن ضحايا القنص والقصف منذ عام ونصف، وأنت يعني قلت رقم مخيف، يعني 1852 هؤلاء نساء فقط؟ نعم، هؤلاء هم نساء، إضافة كذلك إلى 662 من الجريحات، نحن فقدنا العديد من النساء، إضافة كذلك إلى الوضع النفسي التي تعيشه المرأة في هذه القرى والعزل والمديريات، المرأة التي فقدت الأب والزوج والشقيق والأخ والولد، المرأة التي ظلت
طول حياتها مثلا، وهي تقوم ببناء منزل وتأتي ميليشيا صالح والحوثي في أقل من دقيقة لتفجير هذا المنزل. ميليشيا صالح والحوثي التي كذلك لوثت المياه هنا في مديرية الصل وفي كثير من القرى التي كانت تسيطر عليها في الضباب وفي نجد قسيم وفي مشرعة وحدنان وفي الداحب. هذه ميليشيا كما ذكرت تفتقر للعادات والتقاليد ولا تؤمن بعرف أو عادات أو تقاليد أو دين أو مسمى، هي ترتكب كل ما يسمى ويمت بصلة العيب الأسود. طيب إذن حياة الدبحاني، أنا أشكرك شكرا جزيلا. حياة الدبحاني رئيسة رابطة إعلاميات تعز، شكرا لك يا أختي الكريمة. أعود إلى العقيد الركن عبد الحفيظ اليوسفي ركن التوجيه في محور تعز للحديث حول آخر المتسجدات في جبل هان وتبت السوداء وتبت الشجرة، ولكن بعد فاصل قصير.